السلام عليكم. لن تصدق ما فعلوه لعريس وعروسة حديثي الزواج في ولاية جيجل، وغضب كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. قال أحد الناشطين على الفيسبوك أن ما حدث لزوجين حديثي الزواج بولاية جيجل أمر مؤسف ومخزي، إلى ما وصلت إليه منطقة المنار الكبير بولاية جيجل. متى ستتدخل السلطات المختصة؟ حيث تم البارحة وفي جنح الظلام تحطيم سيارة لعروسين حديثي الزواج كانوا يقضون شهر العسل، حيث تم الاستيلاء على مقتنيات ثمينة، هاتف نقال وحلي من طرف منحرفين. وتساءل ناشطون على الفيسبوك من يقف وراء هذه العصابة؟ يبدو أن لها رأس مدبر يعمل بتخطيط مع حاشيته، ويجب القبض عليها في أسرع وقت ممكن.